السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، سوف أقدم لكم تصحيح النموذج المقترح للامتحان الموحد المحلي، مادة العلوم الفيزيائية الثالثة إعدادي، دورة يناير. إذا كيف ما تلاحظون هنايا، دونك هذا التمرين الأول، املأ الفراغ بما يناسب. إذا الصدأ طبقة مسامية منفذة للهواء وقابلة للتفتيت، مما يجعل الحديد يتآكل باستمرار. إذا ثانيا، للكشف عن الكاتيونات نستعمل محلول هيدروكسيد الصوديوم، وللكشف عن الأنيونات نستعمل محلول نترات الفضة. يفوق عدد أيونات الأكسونيوم عدد أيونات الهيدروكسيد او اش موان في المحاليل الحمضيه، يعني ايونات الاوكسونيوم هما ايونات اش بلس او بيان اش 3 بلس. اجب بصحيح او خطا. سيانور الهيدروجين اش سي ان غاز سام ينتج عن احتراق البولي اميد. اذا البولي اميد فهو نوع من البلاستيك، وبالتالي فهو الجواب صحيح. الفلزات موصلات جيدة للكهرباء وعازلة للحرارة. إذا الفلزات موصلة جيدة للكهرباء ولكن موصلة كذلك للحرارة، إذا هذا خطأ. ينتج عن تفاعل حمض الكلوريديك مع الزنك راسب أبيض هلامي. إذا ينتج عن تفاعل حمض الكلوريديك مع الزنك فهو أيون الزنك، ولكن بعد إضافة الأيون الكاشف عن أيون الزنك نحصل على راسب أبيض هلامي. إذا في هذه الحالة فهو الجواب خطأ، لأنه عندنا تفاعل حمض الكلوريديك مع الزنك راسب أبيض، إذا خطأ، بل ينتج أيون الزنك الثاني. الكاتيون عبارة عن ذرة اكتسبت إلكترونا أو أكثر، إذا خطأ. ضع علامة أمام الإجابة الصحيحة. دونك تتكون المواد العضوية أساسا من ذرات، إذا الجواب الصحيح هو الكربون والهيدروجين. يتميز فلز الحديد بالجواب الصحيح بانجذابه إلى المغناطيس. إذا يتكون أيون الكبريتات، يتكون أيون الكبريتات من ذرة واحدة كبريت اس واربع ذرات اكسجين مرتبطة، ويحمل شحنتين ابتدائيتين سالبتين. نعطي عدد الكترونات ذرة الكبريت هو 16، وعدد عدد الكترونات ذرة الاكسجين هو 8. يعطي تعريف الايون. اذا الايون هو كل ذرة او مجموعة من الذرات فقدت او اكتسبت الكترونا او اكثر. أعطيت صيغة هذا الأيون، يعني رمز الأيون. إذا قلنا بأن هذا الأيون كيتكون من ذرة واحدة من الكبريت وأربع ذرات من الأكسجين، ويحمل شحنتين ابتدائيتين سالبتين. إذا نوع الذرات وهو الكبريت والأكسجين. إذا العدد الذي يكتب أسفل اليمين لكل ذرة يدل على عدد الذرات في الجزيء أو في الأيون. إذا SO4 دو موان، دونك دو موان هي شحنة هذا الأيون. ما نوع هذا الأيون، كاتيون أم أنيون؟ إذا بما أنه يحمل شحنة سالبة فهو أنيون، إذا لأنه يحمل شحنة سالبة. وحسب عدد إلكترونات هذا الأيون، عدد إلكترونات هذا الأيون دونك زد ديال اس او 4 دو موان كيساوي زد ديال اس بلس 4 بلس 4 ديال 4 زد ديال او بلس 2 الكترون. دونك هنا كتسب 2 الكترون، يعني غادي نزيدو 2 الكترون. دونك 16 بلس 4 فوا 8 بلس 2 يقال 16 بلس 32 بلس 2 يقال 50. دونك هذا الايون هذا عنده 50 الكترون. ضع علامة في الخانة المناسبة. إذا التمييز بين الجسم والمادة، إذا هنا جسم الألمنيوم فهو
مادة، كتاب فهو جسم، متعدد سترين فهو مادة، نافذة جسم، زجاج مادة، خاتم فضة يعني جسم. التمرين الثاني يعطي الجدول التالي قيم بي اش المحاليل المائية، يعني مختلفة المحاليل قيم بي اش. صنف المحاليل، إذا صنف المحاليل السابقة إلى داخل الجدول. إذا كيف ما كتعرفوا أن بي اش إذا كان كبر من 7 فهو قاعدي، وإذا كان تساوي 7 هو محايد، وإذا كان صغر من 7 فهو حمضي. إذا عندنا محلول الأول فهو قاعدي، والمحاليل الأخرى كلها صغر من 7 فهي حمضية. رتب المحاليل الحمضية حسب تناقص الحمضية. إذا حسب تناقص الحمضية يعني المحلول اللي عنده بي اش أكبر هو اللي عنده حمضية أكثر، يعني البي اش اللي عنده، أعيد، المحلول اللي عنده بي اش أصغر كيكون أكثر حمضية. إذا بالنسبة لهاد المحاليل عندنا اس 2 عنده أصغر قيمة ديال بي اش اللي هي 1.2، إذا هذا أكثر حمضية. يليه المحلول اللي هو أقل حموضة اللي هو 2.9، والمحلول اللي أقل حموضة من المحاليل اللي هو 4.3 اللي هو اس 3. إذا اس 3 أقل حموضة، يعني كلما اتجهنا نحو القيمة 7 تنخفض حموضة المحلول، وكلما ابتعدنا عن القيمة 7 يعني جهة المحاليل الحمضية فهي تزداد حموضة المحلول. إذا هنا ما غاديش نصنفوا هذا داخل المواد أو داخل المحاليل الحمضية لأنه قاعدي. اقترح طريقة للنقص من خطورة المحلول اس 1. إذن عملية التخفيف إضافة الماء المقطر لتخفيض تركيزه أو تركيزه. نعم، إذن هذه الطريقة للحد من الخطورة. دونك غادي ندوزو الجزء الثاني من التمرين الثاني. تفاعل عند تفاعل الحديد Fe مع ثنائي الأكسجين O2 ينتج أكسيد صيغته Fe2O3. اعطي اسم الأكسيد دي الصيغة Fe2O3. دونك اسم ديال الأكسيد وهو أكسيد الحديد الثالث يعني الصدأ. ما اسم هذا التفاعل؟ دونك اسم التفاعل هو أكسدة الحديد، فهو تفاعل بطيء عكس تفاعل احتراق برادة الحديد اللي هو تفاعل سريع. عبر عن هذا التفاعل بمعادلة كيميائية متوازنة. إذا Fe بلس O2 كيعطينا Fe2O3، دونك يجب موازنة هذه المعادلة بإضافة معاملات ستوكيومترية. 4 ديال Fe زائد 3 ديال O2 كيعطينا 2 Fe2O3. إذا هذه كيفاش كنقراو هذه المعادلة؟ 4 ديال الذرات ديال الحديد زائد 3 جزيئات ديال O2 كيعطينا 2 جزيئات ديال أكسيد الحديد الثالث اللي هو Fe2O3. إذا فسر لماذا يتم صباغة الأبواب المصنوعة من الحديد خصوصا في المدن الساحلية. إذن في المدن الساحلية هناك هواء رطب يساعد على تكون الصدى، لهذا يتم صباغة الأبواب عكس المدن الصحراوية التي تعيش مناخ جاف، يعني المدن التي ليست بها رطوبة. إذن نصب كمية محلول الحمض الكلوريدريك في أنبوب يحتوي على مسحوق الحديد، فنلاحظ تصاعد غاز وتكون محلول إكس. يعطي اسم الغاز الناتج وكيف يتم الكشف عنه. إذن اسم الغاز هو ثنائي الهيدروجين H2، يتم الكشف عنه عن طريق تقريب لهب من فوهات
الأنبوب فيحدث فرقعة، إذا غاز الهيدروجين فهو لا يساعد على الاحتراق وكذلك لا يعكر ماء الجير بل هو يتفرقع. للكشف عن الأيونات المتواجدة في المحلول إكس نأخذ عينة من هذا المحلول ونضيف إليها قطرات من محلول نيترات الفضة فيتكون راسب أبيض أسود تحت تأثير الضوء. إذا أعطي اسم وصيغة الراسب المتكون. إذا راسب الأبيض الذي أسود تحت تأثير الضوء خاص تكون عارف الصيغة ديالو. إذا هذا مؤشر على إجابة. اسم الراسب هو كلورو الفضة صيغته AgCl. يعطي اسم وصيغة الأيون الذي تم الكشف عنه. إذا أيون الكلور صيغته Cl-. دونك دائما إذا استعملنا نترات الفضة فإننا نكشف على أيون الكلور. إذا أيون النترات فهو أيون متفرج لا يدخل في التفاعل، و Ag بلس فهو الأيون الكاشف عن أيون Cl-. اكتب معادلة هذا الترسب. إذا Ag بلس بلس Cl- كيعطينا AgCl. إذا هذا هو الراسب الذي يسود مع الضوء. نضيف إلى عينة أخرى من المحلول X قطرات من محلول الصودا فنلاحظ تكون راسب أخضر. إذا حتى هذا مؤشر، دونك الراسب الأخضر فهو مؤشر على الجواب. يعطي اسم وصيغة الراسب المتكون. اسم الراسب هو هيدروكسيد الحديد الثاني صيغته FeOH2 لأن أيونات الحديد الثاني تتميز باللون الأخضر. يعطي اسم وصيغة الأيون الذي تم الكشف عنه. إذا اسم الأيون هو أيون الحديد الثاني صيغته Fe2+. اكتب معادلة هذا الترسب. دونك Fe2+ +2OH-، يعطينا FeOH2. إذا يجب موازنة المعادلة من حيث الشحن وكذلك من حيث عدد الذرات. إذا هنا Fe2+ دونك عندنا هنا موان، دونك خصنا نضربو هنا في 2 وغادي نوازنو الذرات. إذا غنديرو هنايا 2 كمعامل لي يدل على عدد الذرات في الجزيئة. استنتج اسم وصيغة المحلول X. إذا اسم المحلول X هو كلورو الحديد الثاني صيغته Fe2+ +2Cl-. إذا دائما المحلول كنديرو بين قوسين زائد وكنبداو بالكاتيون وكنعاد كنتبعو الأنيون ويكون عندنا المحلول محايد كهربائيا، يعني هنا Fe2+ هنا +2Cl-. إذا هذا فقد 2 إلكترون وهذا عنده Cl- عنده 1 إلكترون. إذا تخصنا باش يكون هذا يعني الحياد الكهربائي خاصو 2 إلكترون، يعني خاصو جوج الأيونات ديال Cl-. اللي دار Fe2+ ودار هنا Cl- فهو خطأ، خاصو يدير 2 Cl-. اكتب المعادلة الحاصلة لتفاعل حمض الكلوريدريك مع الحديد. إذا هنا بالنسبة للمعادلة اللي طلب منك المعادلة الحاصلة خاصك دير المحلول كله، يعني Fe+2H+ +Cl-، كيعطينا Fe2+ +2Cl-+H2. وإلا قال لك المعادلة المختصرة في السؤال خاصك دير غير الأيون اللي هو معني بالتفاعل اللي هو H+ كيعطينا Fe2+ +2Cl-. ما تنكتبوش هذا الأيون اللي هو لا يشارك في التفاعل بل يساهم في الحياد الكهربائي للمحلول. التمرين الثالث. إذا خلال حصة الأشغال التطبيقية لمادة الفيزياء قام يولس بغمر كرة نصفها العلوي من النحاس ونصفها السفلي من الزنك في إناء يحتوي على محلول حمض الكلوريدريك فلاحظ تأكل نصفها السفلي مع تصاعد غاز كما توضح الوثيقة جانبه فتسأل عن سبب تأكل النصف السفلي من الكرة فقط فالسر. إذا كما كتوضح التجربة تصاعد غاز، إذا بعد غمر الكرة في حمض الكلوريدريك دونك حصلنا على تآكل الكرة وتصاعد الغاز. إذا السبب هو تفاعل حمض الكلوريدريك مع الزنك وتصاعد غاز مما يؤدي إلى تآكل النصف السفلي مع الكرة.
إذا شفتوا في الدرس أن الحمض الكلوريدك يؤثر على 3 فلزات اللي هي الحديد والألمنيوم والزنك. إذا لماذا لم يحدث نفس الشيء للنصف العلوي من الكرة؟ إذا لم يحدث نفس الشيء للنصف العلوي أن الحمض الكلوريدك لا يتفاعل مع النحاس. إذا وبالتالي دونك هنا النصف العلوي لا يحدث له أي تآكل. إذا علمت أن المحلول الناتج عن هذا التفاعل هو يحتوي على أيونات الزنك زيدين دو بلس، اقترح طريقة تجريبية للكشف عن أيونات زيدين دو بلس في محلول مع ذكر النتيجة المحصل عليها. إذا للكشف عن أيونات زيدين دو بلس بصفة عامة للكشف عن الكاتيونات نستعمل أيونات OH-. إذا نستعمل محلول هيدروكسيد الصوديوم فنحصل على رأسيب أبيض هلامي يختفي مع إضافة كمية إضافية من هيدروكسيد الصوديوم. قدم ليونس احتياطين وقائيين أثناء استعمال المحاليل المركزة. إذا عدم لمس أو تذوق أو استنشاق المحاليل المركزة عند عملية التخفيف يجب إضافة الحمض إلى الماء وليس العكس، يعني لتفادي تطاير السائل. تهوية مكان استعمال هذه المحاليل. عدم خلط المحاليل المركزة مع محاليل غير معروفة. إذا نتمنى أنكم استفدتم من هذا التصحيح، هذا التصحيح المفصل، ونتمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاح، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.